تكن بالصلاة على محمد وآل محمد. على حب الحسن والحسين بأعلى أصواتكم الثانية. غفر الله لكم. وعلى حب علي بن أبي طالب الثالثة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى ابن عمك إمامنا أمير المؤمنين. وعلى أهل بيتك المعصومين. فوزا عظيما. محمد محمد حبك فلك النجاة، وراكبه قط لم يغرق، فلولاك لم تخلق الكائنات، ولولا ابن عمك لم تخلق بعلم وحلم، فهما واحد كروح بجسم. إنما المصطفى مدينة علم، وهو الباب من أتاه أتاها. قال إمامنا المرتضى: أرواحنا له الفداء، أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضار، ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكنفني إلى جنبه وأنا وليد، ويمضغ الشيء ويلقمني، فما وجد لي كذبة في قول
ولا خطلة في فعل. بيتان رجاء الأصل محفور، لكن لعل التخميس لم يسمعها سامع لأنه جديد، وإلا الأصل الأكثر حفظه. فأنت وجيه يتمثل السامع والقاري بهالمعنى من التخميس. كنا احنا نخاطب الإمام هذه العشية وهذا الوقت وفي كل وقت. فأنت وجيه عند ربك يا علي، فأنت وجيه عند ربك يا علي، لهذا اعتقادي أنت حلال مشكلي. أبا الحسن إمامنا، أحبك لو قطعت حتى أنام لي، أحبك لو قطعت حتى أنام لي. أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها. تراني مسرا بالولاء ومعلنا، هذا الولاء شيء منطوي، لأن الولاء معناه اعتقاد وعقيدة، والاعتقاد والعقيدة مو شيء منكشف للعالم، لكن هذا الولاء الذي يسره المواليه يظهر. هذا مظهر ولاء الآن، هذا صحن أبي الفضل وعالم العالم في هذه الليلة، ليلة وفاة إمامنا علي، وهي ليلة القدر من عام 1395 من الهجرة، وشهادة الإمام سنة 40. هذا الذي نعلن بالولاء هو عن معنى نسره، هذا بكربلاء. وما شاهدته وتشاهدوه بعد في النجف الأشرف من زائرين من مختلف بلاد العراق متوجهين إلى مرقد علي، وكذلك من كربلاء، فبين زائر هناك وبين حاضر هنا. هذا معنى تراني مسرا بالولاء ومعلنا يا أبا الحسن، وفيك بما أوحى المهيمن مؤمنا، فما لي غدا يا علي يا أولاد علي، فما لي غدا في الحشر غيرك مأمنا، فكيف يخاف النار من كان موقنا بأنك مولاه وأنت قسيمها. ليلة يتضاعف بها الأجر، والشهر المبارك أيضا بذكر الصلوات على النبي. أسأل الله أن يجعل هذه الليلة ليلة رحمة ونعمة لجميع أهل الولاء في العالم. بالصلوات ثانية، وأن لا يجعلها آخر ليلة من أعمارنا، نسأله أن يجعلنا فيها من المرحومين. ترى ليالي القدر
للمقصر للمعوز يلحق على روحه، ترى الله يرحم يا جماعة، ترى يرحم. لا تقولوا أقول أنا وياك أعمالنا وصحايفنا مثل هاي عبات السودة، ترى الناس الأبيض يسووا أسود، لكن اللي يروح الرحمة الله الأسود يسوي أبيض. كل من بعد يعرف تكليفه دا نبشر أنا وياك يبشرونا بالخير، ولو بلسانك يقول هم قول، وإن كان اللسان ترى ما يفيد إذا ماكو نعم عمل بالقلب، أقل ما يكون باللسان. إلهي توب علي، إلهي ارحمني، صلي على محمد، أمثاله من ذني هذن يقول اليوم هذا وهالليلة هاي. إلهي من يجمعنا وإياهم الولاء في كل مكان كانوا، هذه الليلة وهي ليلة الرحمة لا تجعلها يا رب آخر أعمارنا، أعدنا إلى أمثالها مظفرين منصورين بإسلامنا بأعزائنا بحماتنا بصغيرنا بكبيرنا متوجهين إلى رحمتك بالصلوات ثالثة. الآن أبيات قرأت وكلام للإمام، وكل جملة بل كل حرفين من الجملة تتفتح منها أبواب، وإحنا هالليلة واقفين على يا باب، على باب الذي يقول عنا النبي إذا إحنا نصدق النبي، إذا نقول النبي نبينا صادق، وإذا قلنا غير هذا كفرنا. النبي يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن أراد المدينة اللي يطوب للصحن يصعد على السور ينفتح الباب إلى، ومن أراد المدينة فليدخلها من بابه. اليوم على بابك يا كريم، هالليلة يا كريم يا رب جعلت أبواب الرحمة إلى رحمتك ما تعد ولا تحسب، لكن أبواب رئيسية تفضي إلى أبواب رحمة. فهذه الليلة فتح كلامي باسم النبي والوصي والبتول وما خص الله عليا. أولا أشرح الأبيات الأولية اللي قرأتها لمن التفت ومن لم يلتفت. يقول لمحمد يعني صلى الله عليه وآله حبك فلك النجاة، يعني اللي يحبك يا رسول الله راكب بسفينة النجاة. ترى أنا وياك يقول لقمان الحكيم الابن، يقول له الدنيا بحر عميق غرق فيها عالم كثير، يقول لأولادي فلتكن سفينتك فيها تقوى. هذا يرضي الإمام علي، الصواب راسه ترها مرهم إلى وحق العلي، وإلا تاريخ الإمام ووفاته وحياته شقدر شحص الإنسان، لكن أنا ما قاصده إنه حق هذا أبو فاضل هذا يمين، لكن لعله هو المولى يهيئ لكم وإلي أذني مرهم مرهم لصواب أمير المؤمنين. إذا يرهمن عندي وعندك ونستفيد بيهن مرهم لصواب المال، قول مرهم اليوم لأن صواب إمامنا اليوم ما قول مرهم. يقول له ولدي فلتكن سفينتك في عاتق والله وشراعها التوكل، قيمها العقل حشوها الإيمان سكانها الصبر. ايش كلمات هاي؟ من يقول هذا؟ لقمان الحكيم. شنو معنى؟ اريد هالولد النشأة لربما يبطي عليهم المعنى اخدمهم، فخدمتي لهم خدمتكم كذلك يبهاتهم. فاحنا اذا بينا خير والله جاعل عندنا معنى نعرفه نقول لهالولد اذا يسمعون، واذا ما سمعوا لعل بعد ذلك
هسه بعده ما اخذ الهوى منا ومنا، لعله فد 10 سنين 12 سنة 20 سنة هو بالدنيا. انا مشيت لحيت غيري يذكر يقول كنا نقعد بالصحان وهذا القاري يتكلم هالكلمات. اي ابا ثاري هيش بيها فائدة، ما لازم هسه اذا صار بالعجل ايش احسن منها؟ عجلوا بالصلاة قبل الفوت وبالتوبة قبل الموت. لكن لعله الظل متخمر بالدماغ الى وقت يفيق الانسان. هذا معناه شنو؟ يقول له لابنه واحنا ولدهم، يقول له ابني لا تغتر بالدنيا، ترى فرضا الدنيا بيها وسائط نقل جوية بحرية برية، بيها امان بيها بيها. يقول له مجموعة الدنيا بحر لكن غريج، بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير. احسب حسابك، الانبياء وينهم؟ فراعنة ملوك عالم سلاطين اهل خير غيرهم كل راح لفهم العالم. الدنيا بحر عميق غرق فيها عالم كثير، فلتكن سفينتك. البحر هم يمشون عليه بسيارة؟ لا. يقول له يريد له سفينة. سفينة شنو معناه؟ يعني الاعمال تطلع كسفينة تجري بالبحر ويعبر. فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. تقوى الله يعني امتثال امره فيما امر وامتثال نهيه فيما نهى، هذا تقوى الله. فليكن تكن سفينتك فيها تقوى الله. السفينه يا ما راكبين، ما راكبين انتو بالسفن؟ ترى احنا ركبنا بالسفن والطراريد والشلابيات. سفينة اكو ومشحوف اكو ومهيلة اكو، هاي كبيرة قبل ما تجي لن الوسائط. هذا اذا مشت والهوى وياها الملاليح يستريحون، لانه شيل شراع، الشراع اللي هو جب بالشراع ومشاها للمهيلة. فرضا شايلة لها 10 طنون او اكثر شليب يا طعام، تشوفها تمشي هاي مثل سيارة القوية بنص الشط بقدرة الله. واما بالبحر كذلك. واذا ماكو هو الهوى مو ياها تطيح برقبة الملاليح. هذول الملاليح عندهم تورية والحبل متصل وين؟ بالشيال. كل من يخلي التورية هاي بصدره، يعني هذه محيوكة من خوص يخليها اهيج ومربوطة وين؟ بالحبل بالشيال. وذاك هم اجا شكل وذاك شكل وجيدومتهم بيد عصة يتوجه عليها ويقومون تمام. بويه يلي ذي ماشين بالهندية، يلي ماشين بهالمشانات يقوموا يسحبون بيها. فإذا جاهم الهوى وياهم ارتاحوا، ركبوا وين؟ ركبوا بالخير أو بالصدير يما بالسكان، ارتاحوا بالهوى. شنو؟ شايلين شراع. لكن الشراع الهوى مو كل وقت ويا، ربما يصير مخالف. قال له شلون والماء شلون؟ اجت السفينة تمشي واذا الماي غريج فد مكان ومكان قليل، تعال اضرب خطرة. يقوم يضرب خطرة، ياخذ له رمح. انا هم ملاح وهم فلاح وهم كل ما تريد اعرف هنا اقول لك. ها يقوم ياخذ رمح ويوقف بصدر السفينة ويقوم يقيش الماي. ابو السكان ينطي خبر اليه، قال له اوقابه، قال له وقابتين، يعني هذا رمح وقربه فوق ماي. هو يعرف اذا قربه يو اقل يهيسها وين؟ يوديها بنص الشط للسفينة، لا تروح على شالي. هذا الحكي ما نحكيه الليلة، لكن ما يحكي لساني باختياري.
لأن دي مرهم مرهم، والمصيبة مصيبة إمامنا، ترى هي نعم مصيبتنا ومصيبة إمامنا مصيبتنا، مصيبة إمامنا مصيبتنا ومصيبتنا مصيبة إمامنا، مصيبة إمامنا وصوابة علينا احنا، احنا ولده ومصيبته علينا طاحت، ومصايبنا وأعمالنا مصيبة الإمام، صير على الإمام مصيبة. فيقول لابني هاي السفينة يريد لها شراء، الشراء شنو هو؟ من خام، يقول له التوكل على الله، يعني يكون تقوى عندك وتوكل على الله. بعد حشوها سفينة ما يخلوها خالية، حشوها الإيمان، قيمها، يعني اللي لازم السكان ناخذ منه العقل مو النفس، ودليلها العلم، يعني اللي يعيش بالدنيا يريد له تقوى يقول لقمان، ويريد له توكل على الله، ويريد له إيمان، ويريد له علم، ويريد له دليل بالعقل. هذا البيت ليش عرضت لكم كل جملة يريد لها مجالس؟ يقول محمد حبك فلك النجاة، لكن فلك النجاة مضاف إلى ذني، وإلا حب خالي ما يفيد. وراكبه قط لم يغرق، فلولاك لم تخلق الكائنات، لأن الله خاطب النبي قال يا محمد لولاك ما خلقت الأفلاك، فلولاك لم تخلق الكائنات، ولولا ابن عمك لم تخلق كذلك الكائنات، ولولا البتولة بنت الهدات فنوركما قط لم يشرق، لأن لو ما الزهرة لا نور النبي ولا نور الوصي كان يشرق، فالزهراء صارت مظهر نور النبوة والإمامة. زين أجي إلى كلمات الإمام، الإمام سلام الله عليه يقول أنا وضعت مدى يفتخر، الإمام ترابي تراب، الإمام مر عليه النبي ترى هاي الكنية شريفة يحبها الإمام، مر على الإمام رآه نعم استلقي على التراب، ركله برجله النبي قال له اجلس يا أبا تراب، علي أمير المؤمنين قعدت على التراب، لباس المدرعة المرقعة، ويا الفقراء ويا المساكين ما عنده شيء، ما يفتخر، وعلي من يفتخر، وأكو مثل واحد حتى يفاخره، لكن هذا من جهة. وأما بنعمة ربك فحدث، قال أنا وضعت في الصغر بك لكن العرب، أنا علي بن أبي طالب أيام اللي أنا صغير كل واحد من العرب إذا هو عرب سيد العرب، هو يا عرب يريدهم عرب الجاهلية الذين حاربوا النبي، قال أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، أنا وياك عربي كلاكل، تعرف معناه شنو؟ كلاكل جمع مفرد كلكل يعني صدر، يعني أنا علي بن أبي طالب ذولاك اللي مطلعين صدورهم من أبو جهل ومن العاص بن وائل ومن ذولاك، كل ما جيت أخذت من صدره وقعدت بقوة الله، أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر، وقد علمتم موضعي من رسول الله، يعني الناس ذاك الناس اللي موجودين العالم الموجود، يعني تدرون أنا مكانتي ومحلي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. أمس قلت إذا كان الصحابة نقدرهم جمعا لصحبتهم كيف لا يقدر ويكون له المقام الأعلى من نسبه نسب رسول الله وهو أخوه وصهره وابن عمه.
الإمام سلام الله عليه قال: لقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، ولقد كان رسول الله يكنفني. دا تلتفت تعاين، اسمع وشوف يا اللي يمكنك تعاين. يكنفني، هذا معنى يكنفني الى جنبه. شلون ولدك وعزيزك تخلي يمك وتطبق ايدك عليه؟ يعني خليني بصفحته النبي وانا وليد، ويمضغ الشيء ويلقمنيه. عمره 6 سنين امير المؤمنين اخذه النبي من ابيه ابي طالب، من عمره 6 سنين اتربى على ايد من؟ على ايد النبي. يقول النبي ياخذ الاكل ينعمه بحلقه وياخذه ويخليه بحلقي، وانا وليد عشت ويا الامام ويا النبي، فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. اكو حديث للنبي صلى الله عليه وآله، والحديث الذي الآن أقرأ لأنه معانية واضحة ما بها تكليف ولا بها نعم شيء ليقف الإنسان دونه مبين، والكلام الذي مجرد دليل ويا ما يظل الإنسان بحيرة. النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله أعطاني 3 وعلي مشاركي فيها، وأعطاه 3 ولم أشاركه فيها. هذا الحديث قرأته، كل من ينص ويعاين يطبق ابحث بينك وبين نفسك زين، تروى اذا وصلت الى شيء وصلت، واذا ما وصلت الان انا وياك نتكاشف في الحديث. النبي يقول الله انطاني 3، حتى علي شارك شريك اياه، وان طال علي 3 وما شاركته، هذه مرتين، اقرا مرة ثالثة وعقلك عندك، فاذا عقلك جوهري يصعدك ترى الى الجواهر، يرقيك الى الملأ الاعلى، واذا عقلك مقود نفسك وما تستعمل به ترى ينزلك الى الحضيض، ما يدلك شيء. قال صلى الله عليه وآله: اعطاني الله 3 وعلي مشاركي فيها، وأعطاه 3 ولم أشاركه فيه. نجي للثلاثة اللي للنبي نعرفهم. قال صلى الله عليه وآله: أعطاني الجنة والنار. لمن؟ للنبي، لأنه يقف النبي على درجة الوسيلة يوم القيامة إلى درجة عالية، وإلا ما يخلون للنبي درجة عالية مو القصد الصوت أن ينسمع، لا القصد الصوت وليتكلم، إنما يخلون درج عالي. النبي الله عز وجل ينطي درجة الوسيلة، فالناس المحشر كله يعاينون، فيأتي رضوان خازن الجنان يقف إلى تلك الدرجة التي خصها الله للنبي، يقول: السلام عليك يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أسلمك مفاتيح الجنة. هذه مفاتيح الجنة، يقول للنبي، النبي يلتفت إليه يقول له: سلمها إلى علي. يصيح مرة ثانية رضوان: يا أهل المحشر اشهدوا
أن الله أمرني أن أسلم مفاتيح الجنة إلى رسوله، ورسوله أمرني أن أسلمها إلى علي. خذها يا علي، يروح لبران، يجي مالك خازن النيران، يقف أيضا يتكلم مثل الكلام اللي سمعته عن رضوان. النبي أيضا يلتفت إليه يقول له سلمها مقاليد النار إلى علي يسلمها. النبي يقول أعطاني الجنة وعلي مشاركي فيها، أعطاني الجنة وعلي والنار وعلي قسمهما، فكيف يخاف النار من كان موقنا بأنك مولاه وأنت قسيمها. هذا ابن حجر في الصواعق والأخبار ما أكثرها، يقول لا يمر على الصراط أحد إلا من بيده صك من علي بن أبي طالب. هذه واحدة. الثانية يقول النبي صلى الله عليه وآله وأعطاني الحوض الكوثر وعلي ما تجاوبون عيون الجاوب أعطاني الحوض وعلي، هاي المشاركة، وعلي ساقي. اثنين وأعطاني لواء الحمد، لواء الحمد من حامل اللواء؟ احنا وين قاعدين يا جماعة يا كربلائيين يا زوار يلي جايين على حساب هالليلة؟ هذا الصحن صحن من؟ صحن أبي الفضل. هذا صاحب اللواء، اللواء مال من هو؟ هو اللواء للحسين لكن سلمه لمن؟ اللواء لرسول الله لكن اللي يحمل اللواء منه هو أمير المؤمنين. أعطاني لواء الحمد وعلي حامله. خلصنا؟ هذه الجنة والنار والحوض ولواء الحمد ذن للنبي الإمام شاركه. اجينا للثلاثة الأخرى اللي هي لعلي باعتراف النبي والعقل عندك. وأعطى عليا ثلاثا ولم أشاركه فيها، زوجه بفاطمة ولم يزوجني مثلها. بعد لا تتوقف عندك تردد، ادهن النسوان، نسوان النبي من خديجة إلى تاليهن، حتى خديجة وحتى بقية النساء، أكو النبي عند زوجة أبوها سيد الأنبياء؟ جاوبني، ماكو. فالنبي يقول زوجه بفاطمة سيدة النساء ولم يزوجني مثلها، هذه واحدة. بعد وأعطاه الحسن والحسين ولم يعطني مثلهما. الحسن والحسين سبطا رسول الله. النبي اش تستاهل؟ مات النبي عنده ولد؟ لا، عنده من خديجة على حديثنا الاول اللي قال هذا الزلمة وتقوي اللي تزورون والله يوفقكم بالحرم الشريف وتزور جماعتك وتدعي. اللهم صل على أم كلثوم بنت النبي وصل على رقية وعلى القاسم والطاهر أبناء رسول الله. فأولاد اثنين صغار مات، وما صار عند النبي من كل زوجاته أبد بعد خديجة إلا من ماريا إبراهيم، ومات على حياة والده. فالنبي يقول إن طال حسن والحسين ومن طاني مثله، صحيح؟ هاي اثنين. بعد الثالثة وأعطاه الشجاعة الحيدرية، هذه تحتاج إلى كلام، ما أطرد بيها وأطلع، لا أنا وياك نتريث بيها، أذنيك قبلناهم هنا. يقول النبي أعطاه الشجاعة الحيدرية ولم يعطنيه، يعني النبي
ما كان عنده شجاعة، احنا ما نعتقد، لان النبي كل الصفات هي العالية هي عنده، يعني مفهوم الكلام اعطاه ولم يعطني الله. لان عندنا حديث الامام يقول يوم احد لما اشتد الامر علينا كنا نلوذ برسول الله، لكن الشجاعة اللي عند الامام مأمور ان يحارب بها ويقاتل، لكن النبي ما مأمور بالقتيل، لانه رحمة في كل اموره، حتى لو يضرب واحد بسيفهم رحمة. يعني علي عنده شجاعة وحارب بها، وانا ما حاربي، مو عندما عندي انا ما ادخلت ميدان. النبي يقول وحار كافينا من هالمقدمة، ولايتي لامير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من يوم ابا الحسن العالم المؤمن في البر والبحر بلغات عربية وغير عربية. الليلة ينوحون، الليلة يحنون ويندبون، واحنا وياهم، والان نحن بكربلاء عنهم وعننا ندعو ونطلب. سيدي ابا الحسن، ناس عندك بالنجف، هنا اكعد ولدك هنا بكربلاء، واللي بعيدين ترى مرار قلوبهم ازيد، حسرتهم حسرات. الكل من عدنا هالليلة نريد نشيع بدموعنا وبقلوبنا، ونريد نواريك ونوصلك لقبرك بمحبتنا، ونريد حضورك يوم اللي تقول يا حار همدان من يموت يرني، من مؤمن او منافق. هذه قضية احكي لكم اياها، وبعد هذا ان شاء الله نتوجه للتعزية. هذه انقلكم الرواية عن اخيار اثنين، عن رجل ترى الى ان انقضى عمره تجاوز 80 وناهز 90 من غير ولاية، يجي الكربلاء يمشي قبل ما تصير زمان العربين، زمان اللي في هذا الناس يمشون. هذا نقلها، ونقلها ابن اخو الى في بلد من بلدان العراق مو كربلاء. يقول رجل محتضر، والمحتضر ذاك هندي اصله، يعني هندي لكن يعيش بتربة العراق. خير رجل اسمه حج تقي، يقول لولا دخلوا عليه، تعرف مريض الله يعافي المرضى، دخلوا عليه وهو محتضر. واكو رواية عندنا تعليم من النبي ولا يمة، يقول واحد اللي يدخل على المحتضر يعني المتوفى، يقول اللهم ادرع عنه الشيطان الرجيم، يعني يا رب ابعد عنه الشيطان، لانه يتصور الى بتصور يا الله عفوك الى يرحمنا امتنا على الايمان. يقول احنا قاعدين وهذا الرجل بسكرات الموت، بهالاثناء دخل هالرجل ادو الرجلين اللي ذكرت، شافه بحالة نزاع، تلفظ بهاللفظة، قال اللهم ادرع عنه الشيطان الرجيم. يقول ذاك المحتضر فد مرة فتح عينه وتكلم بكلام، قال له فلان، قال له نعم، هو دا يعالج، ها، قال له شو تقول ادرع عنه الشيطان الرجيم، ما يصنع الشيطان عندي وهذا امامي جالس عندي. اخواني الله يجعل لنا اعمال اللي يتعنونا يمتنا. الامام علي الى اشفاق من اشفاق النبي، وكل هذا من لطف الله. اليوم وامس الامام امير المؤمنين على فراش مرضه، الامام يقول محمد بن الحنفية سرى السم في بدن ابيه، فكان يصلي من جلوس بعد ما يقدر يوقف. فبهالحال انما اذكرت هالمطلب حتى قلبي وقلبك يفرح،
والفرحة هذه تجرنا إلى الحزن، وهالدمعة نزرعها بصحنك يا أبو فاضل، ونريد نماح يوم عظيم، وإن شاء الله نرى هذا بالرجاء. الإمام أمير المؤمنين مثل هاليوم انطى إذن عام، قالهم الأولاد اليوم لا تمنعون أحد، لأن يدري هاليوم هذا آخر الأيام. الأبو أبونا يا زوار يا الحاضرين، إذا بكيت ترى أنا من عادتي في هيك ليلة إذا بكيت بيني وبين نفسي أصيح بويا علي يا بالي، وإذا قلت بويا ويا بتر يرق القلب وتبكي، لأن الأب الروح يقول لي يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. الإمام عامر قال لهم أولادي كل من يجي لا تمنعوا، خلي يطبوني ودعوني وودعهم، فكانوا يدخلون. أو تعرف حديث هنا بعد ماكو مجال، ليلة وراها لابد أعمال، والركعتين إن شاء الله ما تنسوها، الحمد سبع مرات، قل هو عند كل ركعة وسبعين مرة استغفار من أعمال هالليلة وليلة القدر الآخر، ثوابها كثير. لهذا ماكو مجال بعد الأزيد من حول هالمطالب اللي أرجو من المولى تيسير المجلس ومن أبي الفضل. ففتحوا الباب على مصراعيها، فالناس طابة وطالعة. آخر النهار آخر النهار ثقل حال الإمام. الإمام أولاد ردوها للباب، تعرف اللي عنده مريض وشوية يثقل حاله شوية زحمة، فغلقوا الباب رأفة بالإمام سلام الله عليه. هذا الرجل الأصبغ يقول غدوت أنا وجماعة، أنا وجماعة إلى دار الإمام علي. جينا إلى باب الدار، وإذا باب الدار مغلق، إذا الدار عننا بعيدة مو بعيدة، هذه دارهم ودورنا دورهم، وإذا نفرض الدار بعيدة اللي بالدار يفتحون الباب ويغلقوها هم بعيدين. قل لي العباس شان مولاي أبو الفضل يولاه، فأنا وياك الناشد نقول له سيدي هالليلة هذا حالكم ويا أبوكم. يقول جينا شفنا الباب مغلق، لما شفنا الباب مغلق تعرف هذا إشعار كل أحد يستشعره، يقول وقفنا على الباب وأخذنا نبكي وننحب، إلهي افتح علينا أبواب رحمتك. يقول ارتفعت أصواتنا، بهالأثناء الباب فتح، لما فتح الباب خرج الإمام الحسن، قال إن أبي علي يا شيعتنا يا المحبين، إن أبي يقرأ عليكم السلام ويأمركم بالانصراف، ودعت الله ترى ما تقدرون تواجهون. يقول انصرف الناس إلا أنا، يقول الناس راحوا أنا قلبي منطاني بعد ما شوف الإمام غير هالشوفة. يقول بقيت على باب الدار، بهالأثناء سمعت من داخل الدار الولد والبنات ارتفعت أصواتهم. يا الله اجعل أصواتنا مع تلك الأصوات، يا علي يا أبا الحسن يا شفيعنا يا حلال المشاكل يا علي. يقول سمعت أصوات أولاد علي ارتفعت من داخل الدار، أنا ارتفع صوتي بالبكاء، أنا بغير اختياري أخذت أنحب وألطم. بلسنا فتح الباب، لما فتح الباب التفت الحسن إلي قال ألم أأمركم بالانصراف؟ ما قلت لكم روحوا توكلوا على الله؟ فقلت سيدي إن القوم مضوا
جماعة الذي كانوا راحوا، أنا بقيت لأن قلبي لا يطيقني، قلبي لا يطيقني ورجلي لا تحملني حتى أرى سيدي ومولاي أمير المؤمنين. دخل الإمام الحسن ثم خرج ثانية، قال إن أبي أذن لك بالدخول. يقول صبيت. الآن عاين بعيون البصائر، اكشف عن قلبك وقلبي وعاين الإمام تراه. يقول لما دخلت رأيت الإمام متسند على فراشه وهو معصوب الرأس بعصابة صفراء. الله أكبر. ما أدري أيهما أشد اصفرارا، عصابة أم وجه الإمام. أجهشت بالبكاء. التفت الإمام قال يا أصبغ لا تبكي لا تبكي. قلت سيدي كيف لا أبكي؟ قال يا أصبغ إنها الجنة تبكي على إمامك. يعني كلام الإمام هذا معنى قضى عمر، قضى عمر كل بطاعة الله. هذا رسول الله، هذا جبرائيل، الملائكة يتلقوني. لا تبكي يا أصبغ، صبر نفسك. قال سيدي إنما أبكي على فراقك يا علي. هذه الفترة الذي صار انقطاع، لأن البنات والبنت العزيزة وهي سيدتي زينب كل مقدار من وراء الستر، لأن ما تقدر توصل، لأن ناس مسيرين وعواد على أبوها، فهي من وراء الستر تنور وإمامها. الله 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 الله. وحليا. هاي تعزية، هاي تعزية، تعزية، هذه عادتنا. انا عمري هذا ترى من طفل ادري مثل هالليلة بيوت العالم من غير ضياء. والان صحنك يا ابو فاضل يا باب الحوايج. لكن يا جماعة شو عاين الضياء الكهرباء بالمناير؟ نعم بالقبة بالصحان ما اكموه، لكن شو مشرق هذا نور احمر، ضياء احمر. شنو هذا يعني؟ شنو تبطينا خبر بان نبكي على رجل جرى دمه في محرابه؟ يعني نريد نقول يا صاحب الزمان ترى امامنا عليه قتل وجرى دمه والحسين جرى دمه، فانت يا اخذ الثار يا صاحب الزمان يا حجة الله وإمامه وعلياه. أنا لو يمكنني، لكن ما يمكن، لأنه وين أحط إيدي ورجلي ما أقدر. أنا لو يمكنني كان منا بوسط هالجماعة وأوقف بباب الحضرة مالتك يا أبو فاضل، لكن سيدي ما أقدر، لأن هذا الصحن على كبره، هذا الكتف عند الكتف والصدر عند الصدر، لهذا اعذروني ما اقدر. فانا راح اوقف هنا واقابلك يا ابا الفضل واعزيك عني وعن اخواني الحاضرين جميع المؤمنين في مثل هذه الليلة. اسألكم الدعاء حنين اللي بشيل ابو فاضل. سيدتي زينب،
سلام الله عليها لما شافت عواد يعودون ابوها قلبها الله يطمنكم جميعا ظلمت لحف على ابوها كل ساعة تروح تشوفه هسه ما تقدر تروح التفتت علمن لاخوتها تسأل عن حال ابوها قل لها يا حسين يا حسين انا نشدك عن ولينا يا الله سجل لك هنا بصحني ابي الفضل وانا وياك هذا الصوت يوم القيامة يا حسين انشدك عن ولينا يا اخوي لا تخفي علينا لك حالة نسوان زلم حنها يا اخوي لا تخفي علي يا اخوي لا تخفي علينا يا اشو والدي بطل ونينا اشو والدي بطل ونينا يا الله بطل ونينا كان حالته اليوم زينه كان حالته اليوم زينة واشوف عرق يرشح جبين الله الله عظم الله اجرك سيدي ابا الفاضل اشوف عرق يرشح جبين جاوبها زينب يا حزين جاوبها زينب يا حزين يا خويا الطبرة مسمومة وشتينة وعلياه وإمامة الصعب طبرة مسمومة وشتينة اسمع زين وادي هذا الشطر حقه قل هالطبرة مسمومة وشتينة والسيف نازل يمجبنا السيف نازل يا مجبنا يا خويا اخبرك خبر لا تظهريني اخبرك خبر لا تظهرينا يا احنا من ابونا عايشين احنا من ابونا عايشين يا اخويا ترى والدي يروح من دينا انا ما اقول طب للحضره يصير ازدحام والاخ هم يريد يقرأ لكن على هالقعدة هاي العادة المستمرة تقريب 30 سنة اللي كنت اقرأ بذيك الفلكة وهالفلكة هاي باب القبلة لما شوهد من رؤيا وما احب ان اتركها على قعدتك هذه هالمستهل واذا رحت للحضرة نعم على بالك شكو احسن من هذا في رؤيا اذكرتها بالسنين لا يطول الكلام اتفرح وانت قاعد اتفرح ونادى بالسماء تفرح ونادى بالسماء تفرح ونادى بالسماء تفرح ونادى بالسماء ما محراب علي بالدماء ظن يحراب علي بالدماء أتفرح ونادى بالسماء أتفرح ونادى بالسماء
بابا محراب علي بالدماء يا أبا الفضل نعزك بمن يا أبا الفضل نعزك بمن سيفه البتار للدين حما زينب بكت والدمع دم سال وصاحت بصوت صدع الجبال بويا بعيد البلا من الدار تنشال بعيد البلا من الدار تنشال ومو حشم كانك يظل يهلل يا الله اغفر لنا واعف عنا يا الله إلهي هذه الليلة لها القدر عندك فاجعل لنا يا ربي مع من قدرها ويعرف قدرها ثوابا وأجرا ومن على المرضى أعزنا في أوطاننا في بلادنا في ديننا بلغ يا ربي أمواتنا وأموات جميع المؤمنين ثواب الفاتحة.